ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك يا محمد. أما وجد الله أحدا يرسله غيرك يا ابن عبد الله؟ يا محمد يا محمد لن أكلمك أبدا، والله والله لأن كنت رسولا من عند الله كما تزعم فإنك أعظم خطرا من أن أرد عليك حديثك يا محمد، ولأن كنت تكذب على الله فليس لي معك كلام، بل سنغري بك سفهاءنا يسبونك ويرجمونك بالحجارة حتى تخرج من بلدنا الطائف مدحورا مذموما. ما أحب أن أرى محمدا وهو رجل من قريش يفعل به هذا من أهل الطائف وإن كنا على خلافه كقومنا. إنهم ما زالوا يقذفونه بالحجارة حتى أدموا قدميه، رغم أن غلامه زيد بن حارثة يحاول أن يحميه بنفسه. لقد شج رأسه وسال دمه على وجهه. انظر يا أخي، إنه يلجأ إلى الحائط بمزرعتنا. لولا أني أخشى أن يحدث لنا من أهل الطائف ما حدث له لذهبت إليه بنفسي. اسمح، سأرسل له مع عبدي عداس قطفا من العنب. عداس عداس، خذ قطفا من العنب وضعه في طبق واذهب به إلى هذا الرجل من قريش الذي لجأ إلى حائطنا حيث يجلس هناك. تحرك أيها العبد الفارسي، لماذا تتطلع إلي هكذا كأنما وجدت الفردوس المفقود؟ تقدم وإلا عذبتك، فما اشتريتك إلا لجدك ونشاطك. هيا هيا. لقد وضع عبدي عداس طبق العنب أمام محمد وقال له كل، لكن محمدا لم يمد يده إلا بعد أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عداسا يقول لمحمد: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فسأله محمد: من أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ فأجابه بأنه نصراني من أهل نينوى. فما إن قال له محمد: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى، حتى ذهل عن نفسه وأخذ يسأل محمدا: ما يدريك ما يونس ابن متى؟ ها هو يعود إلى زعمه ويقول: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. لكن عبدك عداس يبدو أنه صدق. ألا ترى أنه انتب يقبل رأسه ويديه وهو يبكي؟ ويحك يا عداس ويحك. عداس عداس، لا يصرفنك محمد عن دينك، فإن دينك خير من دينه. ما من فائدة يا أخي، لقد أفسد عليك محمد عبدك. ألا تسمعه يقول: ما في الأرض شيء خير من هذا؟ لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي.
أتقول إن محمد بن عبد الله عاد من الطائف ولا يستطيع دخول مكة يا زيد بن حارثة، وأرسلك يطلب حمايتي وأن يدخلها في جواري؟ اذهب إليه في الحال وقل له إني قبلت، فليدخل مكة في جواري. يا معشر قريش، إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيدخل مكة في جواري، فإياكم أن تمسوه بشر أو تعرضوا له بضر، وهذا سيفي وخلفه سيوف بني مطعم جميعا ستحميه طالما هو في جواري وإن كنت على غير دينه. فلنسعد بملك يثرب القادم كما نسعد بانتصار الخزرج على الأوس. وغدا نسعد احتفالا بانتصار الأوس على الخزرج. يا لك من داهية يا حيي. ولكن قل لي، من هو الملك القادم؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. ابن سلول؟ ويحك يا حيي، أتريد أن تملك علينا نحن معشر يهود بيثرب شعب الله المختار ملكا من هؤلاء العرب الوثنيين؟ وسنصنع له التاج بأيدينا أيضا كما سنصنع صاحبه، فيصبح ألعوبة في يدنا نحركه كيف نشاء ومتى نشاء، فلا يثور علينا أحد من العرب بعدها بيثرب أبدا. حييت يا ملك يثرب. حييت يا ملك يثرب. مهلا يا أشراف يثرب، التاج ما زال ناقصا تلك الجوهرة في مقدمتي. لم يكفي المال الذي جمعتموه لصنع التاج لدفع ثمنها، فعليكم يا معشر الخزرج أن تجمعوا ثمنها، فهي تحتاج لكثير وكثير. وإن احتاجت لأطنان من الذهب جمعناها يا ابن أخطب، فنحن أثرياء يثرب وأسيادها، نحن نقدم كل يوم مائدة من الطعام للضيوف والغرباء، كرما منا لا ينقطع، ومنا حسان بن ثابت الشاعر العظيم الخزرجي الذي لا يشرب ولا يأكل إلا في صحاف الذهب والفضة من هدايا ملوك الغساسنة والأمراء، ومنا عبد الله بن رواحة الشاعر الفحل، فطالما سقاني وأطعمني في كؤوس ذهبية تبهر الأبصار وتخلب الألباب. وما من خزرجي صاحب مال إلا وسيساهم في دفع ثمنها، فتاج ملك يثرب القادم ابن أبي يجب أن يكون مزينا بأثمن جوهرة على الأرض كملوك الغساسنة بالشاه، بل وملوك المنازرة بالحيرة أيضا. خذ التاج يا ابن الأخطب، وامر الصائغ أن يضع الجوهرة الناقصة به. عجل يا صديقي حيي. يا أم جميل تعالي أبشري، يا أخت أبي سفيان أبشري. لقد رد محمد حماية مطعم، وبذلك لم يعد هناك أحد يحميه في مكة كلها. حقا يا سيدة بني هاشم، كيف؟
لقد زعم محمد أنه أسري به الليلة لبيت المقدس ثم عاد إلى مكة قبل أن يطلع الصباح. ألم يكفيه أن يزعم أنه يكلم من السماء فيدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد لمكة في نفس الليلة، بينما الرجال يقدحون على أكباد الإبل 3 أشهر ليقطعوا هذه الرحلة؟ هذا ما قاله له مطعم بالحرم. لقد كان أمرك قبل هذا هينا يا محمد، أما بعدما زعمت أنه قد أسري بك في ليلتك هذه إلى بيت المقدس وصليت فيه إماما لمن سبقوك من الأنبياء الذين ماتوا من مئات السنين، فهذا ما لم يقبله أحد بقريش. رد علي جواري، فأمرك أصبح أصعب من أن أتحمل تبعاته يا ابن عبد الله. فرد عليه محمد جوارا، وأعلن مطعم أن محمدا لم يعد في حمايته بعد اليوم، وتركه للناس كي يفعلوا به ما يشاءون. وأخذ محمد يحدث الناس عن رحلته العجيبة تلك التي أسماها الإسراء والمعراج. المعراج؟ قال إن جبريل، ذلك الملاك الذي يزعم أنه ينزل عليه القرآن من السماء، قد أركبه دابة أوصلته لبيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى حيث رأى من آيات ربه الكبرى ما لم يشاهده أحد من قبل. وهل صدقه أحد؟ لا لم يصدقه أحد، بل إن البعض قد ارتد عن الإسلام عندما سمع روايته تلك، إلا صاحبه أبا بكر. هو ذاك وحق هبل، وكأنك كنت معنا يا أم جميل. ومن غير أبي بكر يصدق هذا؟ فهو صديق وأول من اتبعه وأنفق ماله على دعوته. وعندما سألوه كيف تصدق هذا الكلام، قال إنني أصدق ما هو أبعد من ذلك، إنه يكلم من السماء كل حين، فإذا قال فهو حق. قم يا رجل، فقد حانت نهاية محمد ودينه هذا. إلى أين تدفعينني يا أخت أبي سفيان؟ إنها ساعتك يا أبا لهب لكي تثير قريشا على محمد، فقد اقترب موسم الحج، وما أظن إلا أن محمدا سوف يعرض نفسه على القبائل الوافدة في الموسم ليجد من يؤازره ويحميه بعد أن فقد كل حماية بمكة. فإياك أن تتركه يفعل، وإلا أفلت من أيدينا ابن أخيك بسحره الذي يسلب العقول. فلنحتفل بملك يثرب القادم، ابن أبي ابن سلول الخزرجي، ونسعد بانتصار حلفائنا الخزرج على الأوس. أجل. وحين ذاك لن يكون في يثرب أحد يعلو على بني الخزرج وحلفائهم يهود بني النضير. وحلفائهم القادمين معشر قريش أهل الحرم وسادة العرب. ماذا تعني يا زيد؟ قل له يا ملك يثرب الأخبار السعيدة القادمة بعد أيام. لقد رأى معشر الخزرج يا صديقي حيي أن مؤازرة قريش لنا بيثرب سوف تجعل الأوس لا تستطيع رفع صوت المعارضة حين أتوج ملكا على يثرب، وأنت تعلم أيضا
أن أحفاد هاشم زوج أختنا الخزرجية قد أصبحوا من سادة قريش، ولهم أيضا شرف السقاية والرفادة للحجيج بمكة. لذلك رأينا إرسال وفد من الخزرج هذا الموسم كي يطلبوا الحلف مع قريش، ولقد خرجوا وعلى رأسهم سعد بن زرارة وعوف بن عفراء مع أربعة آخرين من أشراف الخزرج. يا معشر الحجاج، لا تستمعوا لابن أخي هذا، إنه يدعوكم إلى أن تتركوا آلهتكم فتحل عليكم نقمتها، فلا تستمعوا إليه، إنه يفرق بين المرء وأخيه والزوجة وزوجها. لقد ذهب ابن أخي إلى خيمة الخزرج، فلأستمع لما يقوله له. قال أسعد بن زرارة: يا قوم، تعلمون والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. قالوا جميعا: نعم نعم. فقال عوف بن عفراء: يا رسول الله، نحن نصدقك ونؤمن بما جئت به، وقبلنا منك ما عرضت علينا من الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال رافع بن مالك بن العجلان: يا رسول الله، إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. وقال جابر بن عبد الله: نعم يا رسول الله، وسنعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. وقال عمرو بن سواد: فإن يجمعهم الله عليك يا رسول الله فلا رجل أعز منك. حق الآلهة، إن حديث ابن أخي لكفيل بأن يسلب لب كل من يستمع إليه تماما كما حدث من قبل. ماذا أصنع؟ فلأستعن بمن أعرف من آل قريش كي يردوهم عنه. ثم قال عوف: إنهم يؤمنون بما جاء به، وشهد بذلك وفد الخزرج وأعلنوا إسلامهم، وما استطعت أن أردهم كما فعلت في السابق مع كل الوفود والحجاج الذين أتوا في موسم الحج. هون عليك يا أبا لهب،
ما هم إلا سبعة من الخزرج، والأوس والخزرج في حرب دروس من زمن طويل تلهيهم عن كل شيء. هذا ما قلته لنفسي حين رأيتهم يعلنون إسلامهم، ولكن ما أثار مخاوفي حقا هو ما قاله رافع بعد ذلك. وماذا قال؟ قال يا رسول الله، إن تركنا قومنا خلفنا بما بينهم من عداوة وشر وكراهية وبغضاء، فعسى أن يجمعهم الله بك. وقال عمرو، إن جمع الله الأوس والخزرج بك ستزداد عزة وقوة ومنعة. وكيف تركت محمدا يحدث حجاج الخزرج يا العتل؟ ألم أقل لك اتبعه كظله حتى تنهى الناس عن الاستماع له أو الحديث معه حتى لا يؤثر عليهم بسحره؟ لقد فعلت يا امرأة، فعلت حتى أبعدت كل الوفود عنه. لا تقلقي، قولي لي وحقي هبل، ماذا يفعل سبعة من الخزرج إن استمعوا له؟ ويحك أيها الرجل المغلق الرأس الفاقد الوعي من السكر والعربدة، ألا تعلم أن يثرب تقع على طريق تجارة قريش للشام؟ فإن انتشر فيها دين محمد سيجد المأوى الحصين، والأعوان الأشداء الذين يؤازرونه، وحين ذاك يا ويحنا، بل يا ويح قريش كلها. زيد، ما هذا الحديث الذي يتهامس به الناس في يثرب يا زيد؟ أتعنينا ذلك الدين الجديد الذي عاد به وفد الخزرج بعد أن عادوا من الحج؟ أجل، ما من بيت أدخله حتى أجد الناس يتهامسون به، حتى انتشر في يثرب كلها، حتى في السوق سمعت أطراف حديث عنه. أبلغك شيء عنه يا زيد؟ أجل، بلغني أن حجاج الخزرج الذين كان على رأسهم أسعد بن زرارة قد ذهبوا راجين عمل حلف مع أهل قريش من أجل مؤازرتنا على أعدائنا الأوس بيثرب، وأنهم لقوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فعادوا وقد نسوا مهمتهم واعتنقوا دينا جديدا يزعم محمد أن الله أرسله به وأنه نبي، وأنه لا يوجد إلا إله واحد، ويدعو لخلع عبادة باقي الآلهة. وحق مناه، لابد أنه جن، لابد. هذا ما رمته به قريش، ومنذ بدأ دعوته منذ أكثر من 10 سنوات، وقريش أصابتها الفتنة، وأصبح كل بيت يعذب أصحاب محمد الذين أعلنوا إيمانهم ليردوهم إلى دين الآباء والأجداد. وحق مناه، إن قريشا لعلى حق فيما تفعل به، وإلا ما كان يحق لشيوخ الخزرج الذين لقوه إلا أن يفعلوا به مثل قريش، وإلا أصاب يثرب ما أصاب مكة. هذا ما سيحدث فعلا يا عصماء. كيف يا زيد؟ بلغني يا عصماء أن معاذ بن عمرو بن الجموح هو ومعاذ بن جبل مع شباب من أصحابهم قد دخلوا في الدين الجديد وأسلموا، وهم يجتمعون سرا في بيت عمرو بن الجموح والد معاذ، يقرؤون ذلك القرآن الذي يزعم محمد أنه ينزل عليه من السماء. ويحهم، أبلغت بهم الجسارة أن يجتمعوا في بيت ابن الجموح من خلف ظهره
يقرأوا قرآنا يسفه أحلام آبائهم ويسب آلهتهم؟ ليت الأمر اقتصر على ذلك. إنما نالوا من منات ذاتها. كيف؟ ألم يخشوا غضبها؟ لابد أنها ستنزل بهم نقمتها. أجل لابد من ذلك. لقد أخذوها ورموها في حفرة بأطراف يثرب حيث يقضي الناس حاجاتهم، وهم يضحكون ويهزؤون منها ويبصقون عليها. ويقول معاذ بن عمرو: هذا هو العطر الذي يليق بك أيها الصنم الخشبي. ويقول معاذ بن جبل: صدقت يا معاذ بن عمرو، دعه يتمرغ في القذارة والأوساخ كيفما يشاء، فرائحتها النتنة أليق به وبأمثاله من أوثان من خشب وحجر. ويحهم، لابد أن عمرو بن الجموح قتلهم لفعلتهم هذه. ليته فعل ذلك، لكنه لم يكن يدري من يفعل بمنات ذلك، فخرج يبحث عنها حتى وجدها حيث رموها في الخلاء وسط القاذورات. وماذا فعل ابن الجموح؟ يا أسماء، عاد بمناه فغسلها وعطرها وبخرها ووضعها مكانها، وهو يستعطفها ويسترضيها ويستغفرها حتى لا تنزل به غضبها. ولما تكررت منهم نفس الفعلة يوما بعد آخر، عمد إلى سيفه وعلقه في رقبتها وهو يقول لها: قال عمرو بن الجموح: أما والله لو أعلم من يفعل هذا بك كل ليلة لأخزينه. إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى. إن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فما إن جن الليل وذهب عمرو بن الجموح لمخدعه ونام، حتى اعتدى ابنه معاذ وصحبه كعادتهم على مناه، وأخذوا السيف ورموها في القذورات بعد أن قرنوها بكلب ميت. ويحهم، لابد أن عمرو بن الجموح قتلهم لذلك. ليته قتل ابنه وأصحابه كما تقولين يا عصماء، ليته قتل. فما كان حدث ما حدث. أتعني أنه أسلم يا زيد؟ أسلم. أصاب ابن الجموح وهو من خير أهل يثرب؟ يا للمصيبة. والأدهى يا عصماء أنني علمت أن سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وحسن بن ثابت قد أسلموا، وإن كانوا يكتبون أمرهم حتى يشتد ساعد المسلمين بيثرب. يا ويح الخزرج من غضب مناه. انظر يا سعد بن معاذ، هذا ابن خالتك الخزرجي أسعد بن زرارة، ومعه مصعب بن عمير، ذلك الرجل الذي أتى به من مكة ليسفه ضعفاءنا ويصرفهم عن دين الآباء والأجداد. انظر يا أهل جرأتهم، إنهم يجلسون قرب بئر مرق، بئر الأوس، إنهم يتحدوننا في دورنا. ألا تردهم عن ديارنا يا سعد بن معاذ؟ قال سعد بن معاذ: انطلق يا أسيد بن حضير إلى أسعد بن زرارة، وهذا الرجل الذي أتى به من مكة
ليسفه ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتي دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما لكفيت كذلك. اذهب اذهب إليه بحربتك واطرد، ونحن معك يا سعد. اذهب 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 ونحن معك. أتسمعون يا معشر الأوس؟ هذا أسعد بن زرارة الخزرجي يقول لمصعب بن عمير سفير محمد بن عبد الله لدى مسلمي يثرب: ها قد جاءك أسيد بن حضير سيد قومه، فأصدق الله فيه. إن مصعب بن عمير يقول لأسعد: إن جلس أسيد أكلمه. يظنان أن أسيدا جاء يسمع لما يقوله مصعب. إنه لا يدري أنه ما جاء إلا لينهره ويصده عن ديارنا. أجل، وها هو أسيد ينهرهما ويقول لهما: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ ما أدهى سفير محمد هذا، إنه يدعو أسيد أن يجلس ليسمع، فإن رضي بالأمر قبله، وإن كره كف عنه ما يكرهه. لقد جلس وقال له: أنصف. قال مصعب بن عمير: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صدق الله العظيم. ويحك يا أسيد، إنه يقول: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله. ها هو أسيد يسأل مصعب: ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين الجديد؟ ويجيبه مصعب وقد تهلل وجهه من الفرح، وقد علم أنه استجاب لدعوة صاحبه محمد. تبا لك يا أسيد، لم يكفه أنه صبأ، بل يقول لمصعب: إن وراء رجلا إن اتبعك
لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليك الآن. إنه يعني سعد بن معاذ. هيا فلنعد معه لنرى ماذا سيفعل به سعد بن معاذ. أما أنا فلم أعد أطيق أن أرى أحدا من أباء محمد، حتى وإن كان أوسيا كأسيد بن حضير هذا، وإني لذاهب إلى مزرعتي. هيا. لم أجد أبا عامر الصيفي في صومعته، ولكن يا أخي جلاس، أحقا اتبع سعد بن معاذ دين محمد كأسيد بن حضير؟ بل وأسلم جميع بني الأشهل من الأوس بإسلامه، ولم يبق في ديارهم رجل ولا امرأة ولا طفل إلا وقد شهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاضطررنا أن نشهد جميعا بذلك حتى حنظلة ولد أبا عامر الصيفي شاهد معنا. أنا لنا أن ننصرف لننام يا معشر الخزرج، وغدا نعد العدة للرحيل بعد أن أتممنا حجتنا هذه على خير وسلام. أجل وأنا معك. أنا عبد الله بن رواحة شاعر الخزرج الذي رفع رأسنا عاليا بما أنشده من شعر في منتديات قريش هذا الموسم. لو اجتمع معه حسان بن ثابت شاعر الخزرج الأول لانفجرت بطوننا من كثرة الولائم التي أقيمت تكريما لنا من شيوخ قريش. لذا رحمة بنا فقد اكتفى حسان بأن يبقى بيثرب لمرضه، وأن يرسل لنا أخاه أوسا بدلا منه. أجل أجل. هيا بنا. هيا هيا. وأنت يا زيد ألا تنصرف للتنام؟ سألحق بكم يا ابن أبي، وذلك بعد أن أطمئن على زوجتي عصماء في خيمة النساء. ألم ترى يا زيد كيف أخذ كعب بن مالك أبا جابر جانبا وراح يهمس له هو والبراء بن معرور بعد أن دخل ابن أبي والرجال ليناموا؟ أجل رأيته، وما أظن إلا أنهم يريدونه أن يدخل في دين محمد كما دخل ابنه عبد الله من قبل. وقد علمت أنه قد بلغ عدد من خرج معنا هذا الموسم للحج 70 رجلا وامرأتين من خزرج وأوس. أبلغوا هذا العدد ولا تخبر ابن أبي بأمرهم؟ كيف أخبره يا امرأة وابنه عبد الله الذي يحبه كثيرا منهم؟ ويحي، أسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس الخزرج وسيدهم دون علم أبيه؟ كيف؟ ابن أبي يا امرأة لا يشغله إلا أمر التاج الذي سيضعه على رأسه ليصبح ملك يثرب، ولو علم بأمر ابنه لقتله.